النهاردة بنتكلم عن الأنف. الأنف هو العنصر الجمالي الرئيسي في الوجه، وقد إيه جمال الأنف بيعكس جمال الوجه، وقد إيه قبح الأنف بيأثر كتير جدا على الوجه وعلى جمال الوجه. طيب إيه المشاكل اللي ممكن تحصل في الأنف؟ ممكن إحنا ممكن الأنف تبقى عريض، ممكن الأنف يبقى فيه إعوجاج، ممكن الفتحات نفسها تبقى كبيرة أو صغيرة، ممكن الأرنبة أو مقدمة الأنف تبقى كبيرة. حاجات كتيرة ممكن نعملها في لتجميل الأنف. طيب يا دكتور، فين أعمل عملية تجميل الأنف؟ عملية تجميل الأنف من العمليات الرئيسية في جراحة التجميل اللي بيعملها كل استشاريين وأساتذة جراحة التجميل المؤهلين لعمل عملية جراحة التجميل. طيب أعرف إزاي يا دكتور؟ تعرفي من شهادات الدكتور ومؤهلاته. طيب إيه المراكز اللي أعمل فيها التجميل؟ المراكز المؤهلة والمرخصة واللي بيعمل فيها الأطباء اللي على درجات علمية عالية وخبرات طويلة في مجال جراحة التجميل. طيب ايه بروتوكول مراكز كوينز لعمليات تجميل الأنف؟ احنا في مراكز كوينز بنقابل المريض، بنعمل له تقييم لحالته المرضية، وبعد كده بنقعد معاه ونبحث مقاييس الجمال الطبيعية للأنف. طب يا دكتور، اي حد جاي كده عايز يغير مناخيره يغيرها؟ اقول له لا، لازم يبقى فيه مشكلة معينة. دكتور التجميل هو اللي عارف مقاييس الجمال. الأنف في زوايا معينة وهندسيات في الأنف، في درجة التحدب وفي الزاوية اللي بين مثلا مقدمة الأنف والمنطقة الأمامية من الأنف، الفتحات بعض الحالات مثلا بتبقى الأنف فيها اعوجاج. طيب نرجع نقول ايه الأسباب. الأسباب قد تعود لإصابة بإصابة قديمة أو حادث مثلا أدى إلى كسر قديم في الأنف وحصل بعديه التشوه، وقد تكون عوامل وراثية هو طبيعة أنفه بالمنظر ده. طيب إيه اللي ممكن يستفيده العيان من عملية الأنف؟ إحنا ممكن نعمل في عمليات تجميل الأنف تصليح الإعوجاج، ممكن تصليح الحاجز الأنفي، ممكن نعمل مثلا لو في انخفاس نملأ الانخفاس، لو في تقوس خارجي نلغي التقوس ده، لو الأنف واسعة تضيق، لو الأنف طويلة تقصر، لو الأرنبة أو مقدمة الأنف كبيرة نقدر نصغرها. طيب يا دكتور، هل المريض النتائج بتاعته تاخد قد إيه؟ عمليات الأنف عموما بتتصلح، ولكن النتيجة والجمال كله بيبان في خلال 3 شهور لست شهور بعد العملية. طب أقدر أرجع شغلي إمتى؟ ترجع شغلك بعد انتهاء الكدمات اللي قد تحدث بعد العملية في خلال أسبوع أو 10 أيام.